في طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بتفاصيل الحالة الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور بإذن الله، حيث يسود أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات العديد من الأمطار، درجات الحرارة 25 درجة مئوية الملموسة 24، الرطوبة 18%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. أنتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث تسود أجواء غير مستقرة يوم الأربعاء، سكاكا زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 19، عرعر 31 إلى 19، أما تبوك 31 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة، أتربة ومثارة 35 إلى 23، نفس الشيء في مكة المكرمة 39 إلى 28، جدة 37 إلى 25، أما الطائف 30 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 19، أبها 27 إلى 18، أما جازان 35 إلى 30. بالنسبة للمنطقة الشرقية، إذا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار على الدمام 37 إلى 18، أيضا حفر الباطن 36 إلى 23، أما الإحساء 38 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، زخات رعدية من الأمطار مع أتربة مثارة، حيث تهب رياح جنوبية نشطة على العاصمة الرياض تثير الأتربة والغبار بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار الجوي 36 درجة مئوية كحرارة عظمى 25 كحرارة الدنيا، بريدة 38 إلى 23، حائل طقس مغبر 31 إلى 18. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.